بالنسبة لهذا القانون اللي كما شرتي أنه دخل حيز نفذ 2 أكتوبر يعني الفارط، هو تعتبر خطوة إيجابية في إطار يعني واحد الإطار اللي تحمي هذه الفئات اللي تتشغل العمال والعاملات المنزليين، وهذا الإطار اللي طال الانتظار ديالو، لأن تعتبروا أنه يعني سنوات طويلة وحنا نتسناو أنه يكون هذا الإطار قانوني، إلا أنه كاين واحد تنظن بأنه كاين خص واحد الإجراءات مواكبة باش يتم التفعيل ديالو، باش نحاولوا ما يمكن نقطعوا مع واحد مجموعة ديال الممارسات اللي هي كانت تحطم الكرامة ديال العاملات والعمال المنزلي، بخصوص الطفلات القاصرات اللي هما يعني التي تعتبرهم الفئة المستهدفة في التدخل ديالنا. البون 23 اللي هو جاب واحد مجموعه ديال الغرامات في حق يعني الناس اللي هما يستغلوا هاد الطفلات خادمه البيوت، وغادي يتم يعني حنا الخطوه الاساسيه اللي غنحاولوا نمشيو فيها على انه يكون واحد النوع ديال التحسيس باش يكون هاد البوند هذا ينتشر بشكل كبير، ويتم يعني التعريف به والتحسيس به باش نشاركوا جميع الناس يعني في العمليات ديال تقريبا العمليات ديال المنع ديال التغيير ديال الطفلات خادمه البيوت. هو غير كافي، لان تنعتبروا بانه حنا تنعرف كان المطلب ديالنا عناوين تشديد العقوبات بحق الناس اللي تيشغلوا يعني قاصرين، فتنعتبر انه الغرامات اللي جا بها هذه 25000 درهم 30000 درهم يعني ماشي شي حاجه اللي هي كثيره، ولكن خاص يعني تشديد الغرامه، وخاص يكون على انه فعلا واحد القانون اللي هو فعلا يخيف يعني حتى وتيعطي تخلي مثلا انه كل اللي سولت ليه نفسه على انه يستغل واحد الطفله انه ينتبه لهذه الغرامات، لانها تكون يعني غرامه تكون مشدده. هي المساله العمليه ان تنظن انه خص يكون واحد النوع ديال التواصل، واحد النوع ديال التحسيس، وبالخصوص مع المعنيين بشكل مباشر بهذه العمليه ديال التشغيل، واللي هما الاباء وهما الاطفال، وايضا المعنيين بطريقه غير مباشره ايضا بهذه العمليه ديال التشغيل. فخص يكون هنا تنظن بانه بدات خص يبدا واحد المراحل ديال العمل اللي تتركز بالخصوص على العمل التحسيس اللي هو مبني تحسيس اللي ماشي تحسيس يكون غير هكذاك، ولكن واحد التحسيس اللي مبني على واحد استراتيجيه اللي محددين يعني اشنو هما المعالم ديالها والاهداف ديالها، وتتشمل جميع الناس اللي تعتبروا انه هاد الناس اللي تيشغلوا ولادهم تيعيشوا في مناطق بعيده ويعني معزوله، فخص يوصل لهم يعني هاد المعلومه هاد وتم تحسيسهم بها، لانه تنظن بانه بهذه العمليه غنقدروا اننا نغيروا كثير من العقليات، اننا نخليو الاباء يقتنعوا ببدائل اخرى، لانه البديل الاساسي اللي خصو يكون دابا يتم التركيز عليه لانه هو الاجباري ديال التعليم، هو المدرسه اللي هي تعتبر واحد الاطار اللي ممكن يحمي كافه الاطفال من اشكال ديال الاستغلال اللي تطالهم. بعدا يعني كما تنقولوا واحد نقاش طويل اللي استغرقوا هذا القانون، لان راه يعني من تقريبا من 2006 والنقاش حول هذا القانون ديال 19/12، تنظن بانه في اطار الائتلاف الجمعوي من اجل حظر تصغير الطفلات لانصاف يعني عضوه فيه، على انه كان واحد مجموعه ديال الملاحظات على هذا القانون، لان اعتبرنا كان المطلب ديال الائتلاف على انه يكون المنع ديال الاطفال اللي هما تماشيا مع اشنو كاين في الاتفاقيه الدوليه لحقوق الاطفال، لان الطفل هو اقل من 18 سنه، انه يكون المنع من 18 سنه تحت انه كان مطلب، فتنشوفوا على انه يعني فعلا انه كانت استجابه هذا المطلب، ولكن تم ربطها بالمرحله الانتقاليه ديال 5 سنوات، يعني اننا خصنا ننتظروا حتى 2023 باش يتم الرفع لهذا السن ديال 18 سنه، اذا هو ركز على المنع ديال الاطفال اللي 15 سنه، ولكن كاين مرحلة انتقالية ديال 5 سنين بالنسبة للأطفال اللي 16-17 سنة، وهنا نتساءلوا على المصير ديال واحد العدد كثير ديال الأطفال بشكل عام والطفلات اللي هما السن ديالهم بين 16 سنة و17 سنة. التدابير الأخرى إيجابية، ونعطيك غير على سبيل المثال، وهي مسألة ديال المراقبة التي أنيطت للمفتشين ديال الشغل، فحنا بالنسبة لنا التخوف اللي عندنا على أنه كيفاش غتتم هذه المراقبة، على اعتبار أنه هذا الجهاز الذي أنيطت له هذه المسؤولية لا يتوفر على الوسائل البشرية ولا المادية ولا حتى على الكفاءات من أجل إنجاز هذه المهمة.
كيعيشوا للاسف على انه تيشتغلوا داخل البيوت مغلقه. وتنعرفوا بان الولوج للبيوت مغلقه خص اذن مسبق، فبالتالي هاد الناس تيفتقدوا واحد الاطار قانوني تيمكنهم على انه تتكون المراقبه، يعني انه يقوموا بهذا الواجب ديال المراقبه. ولكن وتنتسالوا الى تمت المراقبه بالنهار، واش كيف مثلا غتكون هاد المراقبه مثلا في اوقات بالليل، وكيفاش ممكن على انه غنقدروا نغطيو التراب الوطني ككل، وهذا القطاع يلا ما تتوفر على 300 او 400 ديال اطار يعني ديال التفتيش. فهنا يعني واحد المجموعه ديال الاشياء اللي تخلينا على انه يعني نكونوا شويه حاضرين في التطبيق الفعلي ديال هذا القانون. مساله اخرى على انه هذا القانون ما جاش واحد التدابير فعليه اللي تبين كيفيه مثلا اخراج هاد البنات اللي تيشتغلوا الان، والإعادة ديال الإدماج ديالهم في الأسر ديالهم، لأن ما كاينش يعني واحد التدابير ما تمش يعني الإشارة إليها أو ما توضيحها أو يعني تكون هناك يعني استراتيجية واضحة في هذا الإطار. فكاين واحد مجموعة ديال الأشياء اللي تنظن أنه نخليو الوقت على أنه يعني نشوفوا ننتظروا فعلا كيفاش غادي يكون مثلا التطبيق ديال هذا القانون، وديك الساعه من بعد نشوف ان شاء الله يعني ايضا كيفاش التطبيق ديال على ارض الواقع. وبالتالي فتنطق انا دورت دابا اللي بدا، اللي خص واحد المجموعه ديال خص واحد المجموعه ديال اللقاءات، واحد المجموعه ديال الاشياء اللي خصها تكون باش نحاولوا ما امكن نقوموا هذا القانون او نحسنوا او نجودوه باش يكون فعلا قانون اللي تيرضي جميع يعني هاد الفرقاء وجميع المتدخلين.